مع كشف اللثام عن نصر حزب الله طالب سامي عبد الله وعزيز حزب الله محمد نعمي ناصر، اتجهت الأعين إلى هيكلية حزب الله الغامضة والسرية وإلى بعض القادة المخضرمين الذين لا شك بأن إسرائيل ستغتالهم متى سنحت لها الفرصة بذلك. اعتماداً على ما قد نشر سابقاً من معلومات حول هيكلية حزب الله العسكرية وما أوردته مراكز دراسات غربية وعسكرية متخصصة مناهضة ومؤيدة لحزب الله، يمكننا هنا توقع ما قد تكون عليه شكل هذه البنية التنظيمية والعسكرية. أولاً، المجلس الجهادي هو أرفع مجلس في حزب الله وتحاط حول هوية أعضائه السرية التامة. يقيم المجلس الجهادي كافة الظروف التي يواجهها حزب الله في كل الساحات، ويقرر على أثر الدراسات والمعطيات المعمقة استراتيجياته وتكتيكات أعماله العسكرية، كما يحدد الخطوط العريضة للوحدات العسكرية بتوجيه مباشر من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومجلس الشورى في الحزب. يتولى كل عضو في هذا المجلس مسؤولية وحدة عسكرية محددة المهام، إما على الصعيد الجغرافي أو على الصعيد الوظيفي. نبدأ على الصعيد الجغرافي اللبناني، وهنالك 5 وحدات في المناطق التي يتواجد فيها مقاتلو حزب الله بشكل رئيسي. وحدة نصر تتركز أعمالها في القطاع الغربي من الحدود الفلسطينية حتى نهر الليطان. ثانياً، وحدة بدر، وتعمل في الجنوب أيضاً من شمال نهر الليطاني حتى مدينة صيدا. ثالثاً، وحدة عزيز، وتتمركز في القطاع الشرقي من منطقة الجنوب أيضاً إلى منطقة البقاع الغربي. وحدة حيدر، وتتركز أعمالها في البقاع الأوسط وبعلبك والهرمل. وأخيراً، وحدة عمار، وتتركز أعمالها في العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية وصولاً إلى جبل لبنان. تستقطر إسرائيل للوصول إلى قادة ألبية قطاعات الجنوب الثلاثة، وهي نجحت بالفعل باغتيال قائد وحدة نصر وبالأمس قائد وحدة عزيز، فيما لم تنجح بعد في الوصول إلى قائد وحدة بدر التي تعمل أيضاً في الجنوب من شمال الليطاني حتى صيدا. هذا على الصعيد الجغرافي. أما على الصعيد الوظيفي فهنالك العديد من الوحدات في حزب الله، منها الوحدة الصاروخية، وحدة ضد الدروع، وحدة المدفعية، ووحدة سلاح الجو، ووحدة الدفاع الجوي، وحدة المدرعات والدبابات، وحدة الرضوان، الوحدة البحرية، الوحدة الإلكترونية، والوحدة الأمنية، ووحدة التدريب، ووحدة العمليات، وأيضاً وحدة التخطيط والدراسة، والوحدة المالية، ووحدة التجهيز والدعم، ووحدة الهندسة، ووحدة الاتصالات، ووحدة الإسعاف الحربي، ووحدة الإعلام الحربي. وبالطبع فإنه لا يزال هنالك العديد من الوحدات الأمنية والعسكرية في حزب الله مما يخفى عن أعين الجميع، وهي تعمل ضمن دوائر الأسرار. إلا أنه وفق مصادر مقربة من حزب الله تقول عبر سبوتشوت أن الحزب جاهز للتعويض عن كل أولئك القادة الذين ذكرت مسمياتهم الوظيفية بأسرع مما تتخيل إسرائيل، حيث يكشف المصدر أنه لا يوجد قائد إلا ولديه نائب أو معاون، ويتم إيجاد البديل عنهم من خلال التعيين للانتخاب، وذلك يتم عادة داخل إما المجلس الجهادي أو مجلس الشورى في حال المناصب الرفيعة جداً. فما رأيكم أيها المشاهدون بهيكلية حزب الله الأمنية والعسكرية؟ شاركونا في التعليقات.